الحديث عما حدث بالأمس في محافظة الإسماعيلية. والحقيقة لما بنتكلم عن محافظة الإسماعيلية دايما كده ما بيتبادر للأذهان إحنا هنتكلم عن إيه. إسماعيلية يعني المانجا، وبقى معروف يعني أجود أنواع المانجا موجودة في محافظة الإسماعيلية، وفي كرنفال شعبي بيحصل هناك وبيستمر لمدة يومين، الجمعة والسبت. النهاردة هيكون آخر أيامه، بيحضروا سفراء وبيحضروا عدد كبير جدا من المسؤولين، بالإضافة لطبعا التجار المعنيين بتسويق وبيع المانجا تحديدا للترويج للمانجا والترويج كمان لمحافظة الإسماعيلية سياحيا. لكن في أنواع كتير قوي موجودة في المانجا، ومفيش اتنين بيختلفوا عن حبهم للمانجا، وهو ده بقى سؤالنا النهاردة في حلقتنا في صباح الخير يا مصر. حضرتك بتاكل المانجا ازاي؟ سؤال مهم أعتقد، علشان كده أروح وأودي السؤال ده لمنة ونعرف تاكل المانجا ازاي. منى باكل المانجا زي ما بتتاكل. ازاي؟ بمسك المانجا، بصل المانجا، بعدها باكل المانجا. أيوه، طريقة بقى لما باكل المانجا دي هي لها أكتر من طريقة؟ أوهوهو قولي أنت. لا انا ما بحبهاش، اتعودت ان انا اقول كده. يعني انا عندي خالي ربنا يديله الصحه قال لي لما تروح عند ضيف ويقول لك تاكل مانجا قول ما بتحبهاش. انت اللي هتبقى الضيف لما تروح عند حد. بص ابعدي بقى عن الاتيكيت والكلام ده كله، يعني المانجا تحديدا ما ينفعش معاها اتيكيت، ما ينفعش معاها عارفه اللي انا هاكلها بشوكه وسكينه واللي انا ابتدي اقطع. لا المانجا لازم سكينه الطمن. لا هي اول، لا هي ليها سكينه بتقطعيها بس نصين، ده بالنسبه لي. أيوه. بس بتتاكل في البيت فقط عند الضيوف، بقول ما بحبش المانجا دي خالص، طعمها وحش، بتتعب لي فيها املاح زياده. بتقطع المانجا كده، ايوه بالسكينه كده نص كده، وتطلعي الجزء ده والبذره. يعني البذره دي بيبقى مليانه مانجا، تاكليها ازاي دي؟ بص يعني انا اتعودت انها تبقى يعني وانا صغيره كانت مامتي بتقطعها لي. بتقطعها كده مكعبات وبناكلها كنا كده. لما كبرت وبقيت انا اللي بقطعها بقى لاولادي، بقيت بقطعها لهم برضو، بس بستمتع بقى فعلا زي ما انت بتقول بقى بالبذره. في اجزاء كبيره كده بتتهدر منك في القشره. لا لا عيب عليك، عيب عليك. خلينا نعرف من كل مشاهدينا بتاكلوا المانجا ازاي، اكتر نوع مانجا بتحبوه وبتستنوها فعلا. يمكن المانجا دي يا عبد الصمد هي اللي بتوحد محبي الصيف ومحبي الشتاء. يعني صحيح. محبي الشتاء لما بيجي الصيف ويشوفوا المانجا بيسكتوا شويه، بيسكتوا شويه. خلاص خلينا نشوف النهارده بتاكلوا المانجا ازاي، انواع المانجا المفضله ليكم.